نجوم الفن والرياضة حبوا أن يشاركونا فرحة العيد 14 للصدر. رح نبدأ بأول دفعة ما شاء الله. بتشكر كل اللي طبعا بعتونا تهاني مع حسين الطائي وشبكة مراسلينا من المحيط إلى الخليج. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday صدى الملاعي, happy birthday to you. عقبال إن شاء الله 100 سنة حبيب قلبنا كلياتنا مصطفى الآغا MBC وصدى الملاعب. Love you صفاء سلطان. 7+7=14. ألف 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 مبروك العيد 14 لبرنامج صدى الملاعب, ويا رب إن شاء الله يا مصطفى الآغا يا جميل يا صديقي الحبيب تكون دائما شمعة منورة في هذا البرنامج الرائع, أنت وكل الفريق الطيبين اللي حواليك. كل عام وصدى الملاعب بألف خير, ويا رب إن شاء الله من نجاح إلى نجاح. تحياتي لمصطفى الآغا ولجميع طاقم عمل برنامج صدى الملاعب. 14 سنة خدمة في سنوي, وأقول لك أوقف شامخ ودائما ناجح يا أبو كرم. 14 سنة كل عام وصدى الملاعب بخير, 14 سنة من النجاح, 14 سنة من المحتوى الجميل جدا الرياضي والاجتماعي. يعطيك ألف عافية, إحنا نفتخر فيك يا أبو كرم. وكمان بقول لك إنه أباك تقدم 14 سنة تانية لين تشيب. صدى الملاعب من أهم البرامج الرياضية يلي بقي صداها موجود لأكثر من 14 سنة. سنة جديدة على مسيرتك الإعلامي مصطفى آغا الصديق الممتهن, منحبك كتير, بالتوفيق وينعاد عليك كل سنة, وإنت وصدى الملاعب وكل فريق عملك بخير ونجاح. ألف ألف مبروك يا أبو كرم, ألف ألف مبروك, تستاهل كل خير. وطبعا نبارك للMBC هذا البرنامج المتميز وهذا الإعلام القدير, وإن شاء الله منها للأعلى, ونحتفل وياكم مرور 50 عام يا رب العالمين. أحب أهني البرنامج الناجح المتألق على مرور 14 سنة, وأحب أشكر من هذا المنبر مصطفى الآغا اللي ما يبخل علينا بأمثلته وحكمه, ويعطيكم ألف عافية. أتمنى لكم الموفقية والمزيد من التألق ومن رقي إلى رقي. هذا البرنامج كتير شخصياً أنا بحبه, وبحسه أنه جامع أكثر من مجال, يعني من فن, الثقافة, الرياضة, وهذا بيشجع الشباب أنه يحضروا دائماً. نهنى صدى الملاعب على مرور 14 سنة ومزيداً من الإنجازات بقيادة الأستاذ مصطفى الآغا. بمناسبة مرور 14 سنة من النجاح والتقدم على الشاشة لبرنامج صدى الملاعب, بحب عيد هالأسرة الحلوة وعلى رأسهم صديق الإعلامي مصطفى الآغا, بتمنى لكم المزيد من النجاح والتألق. هالبرنامج يلي يعد الرقم 1 بالعالم العربي اللي عودنا على جمع الفن والرياضة سوا. صراحة دائما متواجد, والمبادرات اللي يقومون فيها غير الرياضة للجميع, وهي قناة العرب MBC وصدى الملاعب برنامج العرب, نقول لهم ألف مبروك. هذا برنامج عظيم كثير, ونحن بالوطن العربي بحاجة ليكون عنا برنامجات عظيمة مثل هذا البرنامج الرياضي. بنفس الوقت إعلاميين كبار مثل مصطفى الآغا نحن بنشوف حالنا فيهم, بنشوف حالنا إنه موجودين بالوطن العربي. Good luck وكل التوفيق يا رب, وإن شاء الله للنجاح للنجاح الأكبر. كل عام وانتو بخير, وكل عام صدى الملاعب بخير مناسبة عيد ميلادها 14, والله يديم عليكم إن شاء الله. أهني الأخ الإعلامي المميز مصطفى الآغا بمرور 14 سنة على انطلاق برنامج صدى الملاعب, واتمنى لهم إن شاء الله كل الخير والموفقية, وإن شاء الله من توفيق لا توفيق. كل عام وكل يوم برنامج صدى الملاعب برنامج كل العرب بنجاح وتميز عبر الشاشة الأفضل والأجمل. 14 سنة من التألق والمسابرة, كل عام أنتم بخير. صدى الملاعب دائما متألق, مصطفى الآغا أنت دائما متألق, وأنا ميلاد يوسف من تحت المطر عم بعت لك معايدة. كل عام أنتم بخير. إن شاء الله العمر كله إبداع وفن وذوق. تحياتي لكم, أخوكم يوسف. أهني هذه الأسرة الجميلة, الأسرة الفنية لهذا البرنامج الرائع اللي تم على مدى 14 عام, وهو من نجاح إلى نجاح بقيادة جميلة من الـ MBC وبمهاجم رائع
وهو الكابتن مصطفى العاغة. بحب أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، وكل عام وأنتم بإبداع وتألق، وأكيد أخص بالمعايدة الإعلامي الكبير مصطفى الأغا، وإن شاء الله يا رب من تألق ونجاح إلى تألق ونجاح. بدي هني مصطفى أغا بعيد صدى الملاعب الأربعتاش، وإن شاء الله دايما بالنجاح والتوفيق. كل الشكر، كل الامتنان، كل الحب لكل اللي طلعوا. في منهم الناس أنا عاشق لهم يعني، وفي ناس أصدقاء أصدقاء، وفي ناس صاروا أصدقاء من خلال البرنامج. طبعا طارق العلي وأبو داود حسين هدول جزء من البرنامج. ميلاد يوسف شكرا لك، وحبيت المطرات اللي إني بالشام هلأ نزلت المطر، الحمد لله نزلت المطر. وائل جسار يعني صوت عبقري. كل اللي طلعوا طبعا فيني ما عاد أتذكر، بس مثلا يونس محمود تاريخ. كنا سوا يعني، في ناس كبرت هلا شفته قبل شوي كان في وزير عدنان درجال، يعني الأمور كيف بتتغير من لاعب لإداري لمسؤول، ونحن لساتنا معكم وإن شاء الله يا رب منضل معكم على طول. بس 50 سنة وهلا صلوا 14 يعني 64 سنة، وأنا عمري 57 يعني ممكن أقدم العمري 100 وشوي. الله يعطينا عمر، ما بعرف إذا حنكمل للسنة الجاي ولا لا.